10% ثم 20 ثم 30 يعني في 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 امتداد خمس سنوات. أظن أنه أنا أتفق مع أمين أنه يكون عندي تركيب صادق، تركيب يعني يحترم الوقت ويحترم الآليات، خير من اللي يكون عندنا صناعة نديروا دفتر شروط لصناعة ولكن رانا نباطينيو، يعني ندوروا في حلقة مفرغة. أظن أنه الوزير وزير الصناعة تكلم كثيرا على المناولة على قطع الغيار، يعني الآن لحد الساعة بدينا بدفتر الشروط للسيارات، ولكن حب هذا أنه قطع الغيار لازم يكون اون باراليل، حب هذا يكون يمشي يعني بالموازاة معاه. لماذا؟ لأنه الآن قطع الغيار حتى كي تجيبها من الخارج الناس سيدي ما بداش هذا ما يطبقوا في دفتر الشروط، ما بديناش صناعة للسيارات عبر يعني 10% ولا حتى 30%، ما كانش قطع الغيار. قطع الغيار الآن في السيارات نتاعنا القديمة باش نروحوا نشروا قطع السيارة، قطع الغيار ما نلقاوهاش، إذا لقيناها نلقاها مضاعفة بعشر أضعاف السعر تاعها.